العامة. من الوطن الطفل الحقيقة اللي أبكانا جميعا، الطفل اللي دخل الامتحان وامتحان في المدرسة وكتب في ورقة الإجابة أمي ماتت، ومات معاها كل مات معاها كل حاجة، أو مات معاها كل شيء. قام المدرس أخذ الورق ده الورقة دي وطلع بيها على إدارة المدرسة، ومن هنا ربما الناس كلها عرفت قصة هذا الولد. الأزهر يتكفل بنفقات تعليم طالب أمي ماتت ومات معها كل شيء وإعانة لأسرته. كشف المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر أن الدكتور أحمد الطيب قرر التكفل بنفقات تعليم الطفل أسامة أحمد حماد الطالب في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشاطئ بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء حتى تخرجه من الجامعة. وقال عبد السلام في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان شيخ الأزهر الإنسان، فور معرفة الإمام الأكبر بظروف هذا الطفل المسكين قرر فضيلته صرف إعانة شهرية لأسرته والتكفل بنفقات تعليمه حتى التخرج من الجامعة، وكلف بالانتقال لمقر إقامته خلال أيام للبدء في تنفيذ القرار. كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية العبارة الشهيرة التي كتبها أسامة في ورقة امتحان اللغة العربية ونشرها معلمه: أمي ماتت ومات معاها كل شيء. معنا على الهاتف الدكتور عباس شومان وكيل وزارة وكيل الأزهر الشريف. دكتور عباس السلام عليكم يا فندم، أهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وأولا كل سنة وحضرتك طيب، النصف من شعبان. حضراتكم طيبين مشاهدينا الكرام. يعني القرار ده يا فندم بيمثل إيه؟ وممكن حد يسأل، ما القصص الإنسانية كتيرة الحقيقة، بس يعني إيه اللي كان موجود في إجابة هذا الطفل اللي في خمسة ابتدائي اللي حرك مشاعرنا قوي كده وأدى إلى قرار شيخ الأزهر الشريف بتكفل نفقات تعليم هذا الطفل أسامة؟ هو طبعا المسألة فيها جانب إنساني، وهذا يعني الجانب الإنساني يعني معروف عن شيخ الأزهر وينبغي أن يكون هكذا. فيها جانب تعليمي، لأن واضح أن الطفل في حد ذاته متميز في تعليمه، وحتى يعني مجرد صياغة هذه العبارة المعبرة تدل على يعني أنه طفل متميز في دراسته. فالجانب الإنساني والجانب الرعاية التعليمية التي يعنى بها الأزهر كثيرا، كان لابد من هذا التحرك، فوجه الإمام الأكبر على الفور بالذهاب إلى حيث إقامة الطالب، وكل فعلا رئيس المنطقة الأزهرية بشمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمسؤولين هنا، والتوجه إلى حيث مقر سكن الطالب ليس للرعاية المالية فقط، فالمسألة بحاجة أكثر إلى رعاية إنسانية واحتواء لحالته النفسية وطمأنته، بأنه إن كانت أمه قد ماتت فأمه الكبرى مصر باقية، وجميع نساء مصر يعني يسعدهن أن يكون أمهات لهذا الطفل وراعيات له. الناحية المادية تكفل بها الأزهر حتى ينهي هذا الطفل تعليمه الجامعي، أي احتياجات أخرى إنسانية أو غيرها ستتكفل بها الأزهر الشريف، وهذا الدور هو دور الأزهر الشريف ودور يعني وزارات ومؤسسات ودور المجتمع بأسره ينبغي أن يقف مع الضعفاء والمحتاجين وأن نتواصل فيما بيننا، وهذا ما تعلمناه من ديننا وشريعته السمحة. دكتور عباس الحقيقة احنا دائما ولله الحمد يعني مع قرب شهر رمضان الكريم تحس انه قلوبنا احنا كمواطنين كده بترق شوية، ونبدأ بقى نفكر في اذا كنا هنزور دار ايتام، اذا كنا هنعمل حاجة، هنطلع الصدقة، هنطلع الزكاة او غيره، نفطر صائمين وغيره. تقول ايه للمواطنين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يا دكتور، انه مثل هذه الـ 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 القصه، قصه الطفل اسامه، وانه لما 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 اشوف حد في مسيره حياتي كده يعني بلا اب بلا ام، انا كمواطن ممكن اتكفل بيه، ممكن اساعده، ممكن اعمل حاجه، ممكن اربيه مع اولادي ايا كان، ازاي تقول ايه يا دكتور عباس؟ اولا علينا في البدايه ان نشعر بالنعم التي نحن فيها، ويعني لا نشعر بها، فيعني ننظر الى مأساة هذا الطفل وكثير من امثاله ممن فقدوا امهاتهم او يعني ابائهم،
علينا أن نحمد الله عز وجل نعيش مع أطفالنا وأولادنا، وهذا يحملنا بأن نوصيهم بأن يترفقوا بهؤلاء، وأن نحن عليهم، وأن نتحول هذا إلى سلوك دائم وليس في الأيام المباركة في شهر رمضان أو شعبان أو في غيرها. فهذا هو السلوك الإنساني الإسلامي الذي يجب أن يتحلى به جميع الناس في معاملاتهم مع المسلمين ومع غير المسلمين في رمضان وفي غير رمضان. لو فعلنا هذا فعلا لطبقنا إسلامنا تطبيقا صحيحا، ولكنا أمة يحتذى بها وتجتذب العالم بأسره إلى البحث عن الإسلام وتعليم الإسلام والتعايش مع المسلمين بسلام. هذا ما ينبغي أن يظهر فيما بيننا، وأن نبتعد عن المظاهر السلبية التي لا تجر إلا الحقد والتقائن والاحتقان وتعرض للمخاطر والتشاحن والتناحر وغيره. نعم. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، جزيل الشكر لحضرتك، وكل عام وأنتم جميعا بخير إن شاء الله. ويعني حقيقة ياريت ده اللي يحصل، ياريت نحسن من سلوكنا طول أيام السنة، مش بس في شهر رمضان الكريم، نحسن سلوكنا مع المسلمين ومع غير المسلمين، نحسن سلوكنا في كل الأوقات، مش في مناسبات معينة ولا في أوقات وأعياد دينية معينة. نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا جميعا نصل لهذا.